الباب السابع والتسعون ومئتان. باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة. قال الترمذي: هو حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم.